نفذت وزارة الصحة جولات ميدانية على مركز طبي عين حلوان التابع لمنطقة حلوان الطبية ومركز طبي مجاورة 5 التابع لمنطقة 15 من مايو الطبية بمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات الوقائية والرعاية الصحية الأولية ضمن المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية. تأتي الجولات الميدانية في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتواجد ومتابعة العمل على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لآراء ومقترحات المرضى من متلقي الخدمات الصحية للتعرف على أي تحديات تواجههم خلال تلقي الخدمة الخاصة بهم، بما يضمن تحقيق توفير خدمات صحية شاملة وذات جودة.